سنستعرض معكم موضوع التسويق الإلكتروني الذي أصبح بشكل أو يشكل تجارة ذات أرباح كبيرة ومردود مادي هائل لدى العديد من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن البعض ترك الطرق التقليدية بالتجارة ليتبع آخر صيحات التجارة الإلكترونية. نتابع. الشباب الكويتي المبادر ويحقق نجاحات متواصلة باتجاهه إلى التسويق الرقمي، معلنا قدومه بقوة للتجارة الإلكترونية وذلك عبر منصاتها المختلفة. احنا حاليا اطلقنا سلسلة جديدة اسمها كيفاس انسبو، وهي سلسلة موجهة للشباب بالذات، ونحاول فيها ان نجيب ناس شباب كويتيين اثبتوا جدارتهم مجالات متعددة بالعلوم بالتكنولوجيا، ونحاول نخليها مثل مثال يقتدى به حق الشباب، ان المجال جدا 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 واسع للتقدم، وكل اللي تبيه انك تدرس السوق عدل وتتعلم كثر ما تقدر بالاشياء الجديدة، وتدرس وتتعلم وتشوف وتحاول تحتك بالمجال بالناس اللي هم قاعد يسوون هالمجال. مجالات تسويقية عدة استطاع شبابنا التفوق بها، فلم تقتصر نجاحاتهم على المستوى المحلي فحسب، إنما تجاوزوا ذلك لدول الخليج ودول عربية. الجيل الحالي دائما يفكر برقعة جغرافية وايد أوسع من الكويت، ودائما نشوف الفرصة على مستوى الشرق الأوسط. احنا حجم اقتصادنا اليوم على مستوى الوطن العربي يعادل تقريبا 3 تريليون دولار، ومن 3 تريليون هذه في 29 مليار فقط حجم التجارة الإلكترونية بالوطن العربي. هناك فرص كثيرة موجودة وقطاعات نعتقد بال5 سنين الجاية راح تكون واعدة، ومنها قطاع الزهور، ومنها قطاع المصابغ، النظارات أو العدسات، قطاع العقار. فهناك قطاعات كثيرة، ونعتقد أن هذا راح يقود حجم التجارة الإلكترونية إلى ما يقارب 40 مليار خلال 5 سنوات القادمة إن شاء الله. التجارة الإلكترونية هي المستقبل بالتجارة، ويبي لها جهد ويبي لها سعي. اليوم احنا قاعد نشوف نجاحات أكبر وأكبر قاعد تطلع من الكويت. شعب الحمد لله مثقف، في شجاعة في التجارة، الفرص كبيرة طال عمرك. اليوم كل ما نجحنا احنا في البزنس نفسه مال التجارة الإلكترونية، احنا نخلق وظائف جديدة، نقوي الاقتصاد مالنا. إذا قوينا الاقتصاد مالنا قوة دولتنا، فقوة أي دولة بالعالم قوة الاقتصاد مالها. مبادرون وطنيون يخترقون الصعاب ويواجهون المخاطر، محققين هدفهم بالعمل الحر والذي اعتبروه الطريق الأمثل لتشكيل مستقبلهم. فهد التركي لتلفزيون دولة الكويت. الحديث حول موضوع التجارة الإلكترونية باعتبارها تفتح مجالات تسويقية واعدة أمام الشباب، ينضم إلينا بالاستوديو الخبير بالتسويق الإلكتروني المهندس علي الجناعي. حياك الله ويانا وصبحك الله بالخير. الله يحييك، صبحك بالنور. يا هلا ومرحبا. يا هلا فيك. بداية خلينا نتكلم شنو هو التسويق الإلكتروني. التسويق الإلكتروني في ناس في بعض الأحيان تدمج بين التسويق الإلكتروني وبين التسوق الإلكتروني. أنا لما أروح أشتري أونلاين غير لما أسوق أونلاين لبضاعة معينة. لبضاعة ممكن يكون أنا عندي موقع إلكتروني، ممكن يكون عندي أبليكيشن، وأيضا ممكن يكون عندي محل. جميل. هذه كلها ممكن أستخدم طرق وسائل التسويق الإلكتروني لترويج بضاعتي ولدخول عملاء عندي، إما عن طريق الأونلاين أو بالمحلات. جميل. إذن التسويق هو عرض البضاعة، والتسوق هو شراء هذه البضاعة عن طريق المواقع اللي موجودة من قبل بعض الشركات. بالضبط. والحين ليش قالوا تسويق إلكتروني؟ لأن صارت الحين في طرق حديثة أن أنا أوصل منتجاتي أو أوصل الفكرة التجارية حق أكبر شريحة ممكنة بأقل تكلفة مادية، بدال ما أنا أحط مثلا خلينا نقول إعلانات في أكثر من مكان، إعلانات مطبوعة أو منشورة، أنا الحين أقدر أحط إعلانات مستهدفة لشريحة خلينا نقول عمرية، أو شريحة الناس اللي أنا قاعد أستقصدهم في المنتجات اللي أنا أبيعها. بل يعني بالحالة هذه أنا قدرت أوصل أكبر عدد ممكن من المشاهدات ومن المنتجات للشريحة اللي أنا أبيها، أو تقدر توصل عندي المحل وتشتري تقتني المنتجات. شلون؟ حاليا من خلال خلينا نقول وسائل الحديثة، إن أنا بحط إعلان فيديو أو صورة أو تكست من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال خلينا نقول قنوات جوجل، قنوات فيسبوك وغيره، بدال ما أحط أنا
10,000 دينار إعلان مطبوع في مكان، أقدر هال10,000 أحطها لشريحة اللي أنا أبيها العمرية. مثلا أنا عندي منتج رياضي ولا منتج إلكتروني، أوجه والله حق المنتج هذا الإعلان هذا يظهر حق الشباب من الفئة العمرية هذه إلى هذه، يطلع بالوقت الفلاني، يطلع حق الناس اللي تهتم في هذا تهتم في هذا المجال فعلا. فبالتالي أنا وفرت فلوس، ما تطلع إعلاناتي حق أشخاص غير مهتمين. وهذا انت تختارهم؟ هذه احنا نختارهم اكيد طبعا. صاحب الشخص اللي بيحط الاعلان يتجه حق ناس خلينا نقول فنيين في مجال التسويق الالكتروني، واختار كلمات بحث، يحط قنوات اعلانيه خلينا نقول هادفه، ومن خلالها يقدر يحقق عائد كبير من خلال الناس اللي فعلا انت تستهدفهم كمنتج. طيب شو اللي يميز التسويق الالكتروني عن التسويق العادي؟ التسويق العادي في بعض الاحيان يكون اقوى. احنا مرات لما نقول احنا قاعدين في ديوانيه ولا في مكان نتكلم عن منتج، الشخص القريب منك اللي انت تثق فيه راح تسمع منه وراح تصدقه اكثر من لما تشوف اعلان تجاري بحت. نعم. فبعض الاحيان التسويق العادي يكون افضل من التسويق الالكتروني. فالتسويق الالكتروني لما انت توجهه حق شريحه عمريه ولا شريحه معينه من الناس، لازم تتكلم بلغه لوكال، لغة المكان اللي انت فيه، لغة اللغة العامية، بحيث ان العميل لما يشوف الاعلان يشوفه بطريقة غير مباشرة. اذا شافه بطريقة مباشرة راح يقول يبه هذا اعلان تجاري، هذا ولا قاعدين يقصون علي. فانت في طريقة توجيهك حق الاعلان بالتسويق الالكتروني تحرص ان المادة ان كانت صورة ولا فيديو ولا رسالة صوتية ولا رسالة مكتوبة تكون بصيغة وبأسلوب غير مباشر توصل حق العميل فكرة المنتج اللي انت تبي تبيعه، هدفه، حاجة العميل له، توري المشكلة وبعدين توري انت الحل من خلال هذا المنتج. مهندس علي، في بعض الأحيان يتم تسويق لمنتج معين، أشوفه تصوير جميل إن كان فيديو أو كان صورة ثابتة، يعجبني يشدني، أطلب هذا المنتج، يوصل لعندي 180 درجة غير الصورة. طبعا أنت تكلمت عن موضوع الصور، الصور جدا أسلوب وطريقة مهمة في التسويق. أنا مرات لما تدخل عندي المحل البياع يكلمك ويشرح لك المنتج عشان تشتري. صحيح. ولكن الصورة أنت قاعد تشوفها عن بعد، أنت قاعد في البيت، قاعد في مكان، قاعد تشوف المنتج اللي تبي تشتري. إذا الصورة كانت صح، صورة واضحة، صورة تبين مدى قوة المنتج، فأنت هني راح تروح تشتري. مرات قوة وجمال الصورة تخفي أشياء ثانية، مثل ما تفضلت قبل شوي، ممكن لون المنتج شوي حطوا لك إضاءة غيرت باللون. صحيح. أو مثلا حجمه، مرات يحط لك منتج بالصورة شكله وايد حلو وايد كبير، بس لما يوصل لك مثلا حجمه صغير. أو مثلا ملابس، بعض الملابس طريقتها أن فيها قصة معينة ولا شكل معين ولا موديل معين، بجمال الصورة يخليك ما تفكر بال خصائص الثانية اللي تتناسب معك. فبالتالي أنت لما تبي تشتري لازم تكون خلينا نقول عميل ذكي لما تبي تشتري، وتقرأ أكثر ما أنت تشوف. فالصورة لها تأثير وايد كبير حق الشركات للعملاء، أنه يوصل ويقنع العميل من غير ما يتكلم ولا كلمة. صورة حلوة على طول تروح تشتري وما تقرأ، حتى مرات تطلب الحجم خطأ. طيب هل هناك في عيوب أمنية في التسويق الإلكتروني؟ اكيد طبعا. دائما الناس، او خلينا نقول الناس اللي تبي خلينا نقول تسرق الكترونيا موجوده، ونوعين انا اسميهم. في شخص ممكن يعرض لك منتجات مزيفه ويخليك تشتري وتوصل لك الفاتوره، يمكن يوصل لك المنتج ولكن المنتج هذا خطا، اما يكون تقليد او انه يكون شيء مو صحيح، فبالتالي انت خسرت فلوسك لان المنتج هذا بالنهايه ما راح تستخدمه. صحيح. وايضا في طريقه ثانيه انك تشتري، ولكن تشتري من مواقع وهميه. شكل الموقع صحيح ولا غلطة، نفس الشعار اللي انت متعلم عليه، نفس الشكل، نفس المنتجات، بس لما تسوي الترانزاكشن الصفحة اللي فيها انك تحط فلوسك او تحط الكريدت كارد او تحط البطاقات الائتمانية يكون هذا غير آمن، الفلوس ما قاعد تروح حق صاحب الشركة، راح تروح حق شخص آخر. فأنت لما تبي تشتري لازم تتأكد من المواقع، كل صفحة تكبس عليها بالماوس او تتأكد العنوان اللي فوق يكون آمن وسكيور. طيب شلون أحمي نفسي أنا كمشتري أو كمستهلك؟ شلون أحمي نفسي من الغش؟ وأيضا إن كان غش مثلا في البضاعة نفسها، يعني توصلني بضاعة مو نفس اللي شفتها، وأيضا من الهاكرز اللي تكلمنا عنهم.
تاخذ من يعني تشتري من اماكن موثوقه، ما تاخذ من مكان غير موثوق الناس تتكلم عنه، وقبل ما تشتري تاكد شلون تقدر ترجع المنتج، خصوصا الكترونيا. انا لما اشتري اونلاين راح يوصلني بعد يوم ولا بعد يومين، مرات من داخل الكويت ومرات من برا الكويت. فاقرا سياسه الاسترجاع، انا باكر لما اشتري زين ما عجبني ابي ارجع، واقرا ريفيوز واقرا كومنتات أو تعليقات ناس شروا من نفس هذا الموقع ولكن بأماكن أخرى، تقرأ عن الويب سايت قبل ما تشتري، خصوصا لما تبي تشتري أشياء مبالغها عالية. فهي كلها عبارة عن ثقافة، ثقافة شراء أونلاين أنت تتعلمها، وأيضا تسأل قبل ما تشتري، لا تستعجل بالشراء. يعني بعض الأحيان السعر أو الشركات يقولك والله السعر هذا نازل، صحيح. باقي 3 حبات ولا باقي 10 حبات، لا تروح، لا تطوفك الفرصة. لا، خصوصا إحنا بعد الحين مقبلين على يمكن عروض نهاية السنة، فتلاقي الناس كلها تبي تشتري أونلاين، فتأكد من المواقع اللي تبي تتسوق فيها قبل ما تحط فلوسك. نعم، خبير بالتسويق الإلكتروني المهندس علي الجناعي، شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك وعسى الله يوفقك. وياكم، شكرا جزيلا. يا هلا.